سيارة اليوم نتكلم عليها سيارة جميلة جدا. السيارة هذه من سانجيونغ. سانجيونغ هو أول صناع الكوريين بسيارات الأوف رود أو الفور ويل بصورة عامة. بدأ صناعة السيارات بال 1954. بالنسبة لسيارات الموسو جراند، الموسو جراند هذه هي من الجيل الثاني. السيارة اليوم نتكلم عليها هي سيارة 4x4. السيارة هذه 225 حصان، 350 نيوتن متر. راح ناخذها بجولة أوف رود، خليكم ويانا. أول ما نتكلم عن الشكل الخارجي راح نلاحظ الوجه هذا الواسع والمنفتح الشبابيك راح تشوفه كلش واسعة بسبب قوة السيارة. لايتات السيارة راح نلاحظ بها تكون لايتات واسعة، سيارة اللايتات من فوق تكون كلش عالية وواسعة بالنسبة لها. أما بالنسبة نشوف مقدمة السيارة راح نلاحظ هنا بالمنتصف موجود عندنا علامة سانجيونغ، وأيضا راح نشوف خطوط الكروم. السيارة هذه برغم هي بيك أب لكن مخفت هذا الموضوع أنه تكون بها فخامة وبها طابع رياضي. فخامة موجودة بخطوط الكروم الموجودة بها وبتفاصيلها بالداخل، وأيضا الطابع الرياضي موجود عندك. راح أشوف الشبك هذا الأسود، الشبك من الأسفل أيضا موجود عندك أسود. الشبك هذا واسع جدا من الأسفل راح نلاحظه، وايضا راح نشوف هنا هاي المنطقه اللي هي بالاسفل هي من الكربون فايبر او مغلفه بالكربون فايبر، راح تنطي طابع رياضي اكثر للسياره وتكون اجريسيف او هجوميه اكثر. هذه الشبابيك الموجوده بهذه السياره راح نشوفها واسعه وكبيره وراح تنطينا طابع هجومي اكثر للسياره. هذه السياره هي تيربو، لذلك الشبك هذا الموجود بها هو لتهويه السياره. راح نلاحظ هنا بالجوانب عندنا المنطقه اللي هي خاصه بالفوق او اضويه الضباب. هذه السياره راح نلاحظها مقدمتها واسعة جدا، هي السيارة واسعة ايضا البيز اللي قاعدة عليها او القاعدة العجلات اللي قاعدة عليها واسعة وطويلة جدا. البيك اب اللي نتكلم عليه اليوم قوته هي 225 حصان و350 نيوتن متر. هذه السيارة تجي فور ويل درايف وليس اول ويل. فور ويل تقدر تتحكم يكون يعني دفع خلفي او يكون فور ويل بين العجلات الاربعة تقدر تتحكم بها بين الهاي واللو اللي هي على المناطق الوعرة اللي راح نجربها اليوم وياكم. هذه السيارة تجيب خيارين، خيار الأول جير أوتوماتيك من 6 سرعات من شركة إيسن العالمية، خيار الثاني من جير عادي. السيارة هذه الموجودة ويانا فور ويل درايف اللي هي الأوبشنات اللي موجودة بيها. أما إذا نتكلم على جانب السيارة راح نلاحظ جانب السيارة جدا جميل وجدا راح تشوف به هذه الخطوط الموجودة وموسو جراند الكتابة. راح نجي هنا على الرفراف أو الشاملغ الأمامي، راح نلاحظ الشاملغ الأمامي مثل ما ذكرنا واسع جدا، وراح تشوف من عنده الخطوط الممزوجة بالجوانب السيارة، وأيضا راح نشوف خط الكروم اللي ذكرناه سابقا اللي هو خط الرفاهية الموجودة بالسيارة. برغم أنه السيارة بيك أب مثل ما ذكرناها سابقا، لكن أنه السيارة هذه ما تخفي انه سانجيونغ تحب الفخامه تكون حتى لو تكون سيارتك اوف رود. ويل هذه السياره قياس 17 من الالمنيوم الصلب. اما بالانتقال الى البيبان راح نلاحظ هنا البيبان السياره واسعه، السياره هذه تاسع خمس اشخاص. ركات عندك بالاعلى، هذه المنطقه في حاله انه اردت تخزن او تحمل غراض على السياره بغض النظر عن الخزن اللي بالخلف. مرآة جانبيه للسياره راح نلاحظ اشاره LED ومرآة جانبيه كهربائيه. نجي اكثر راح نشوف هنا الاستيكر الموجود الخاص بالسياره وكلمه موسو جراند اللي هي هذه السياره نتكلم عليها اليوم اللي هي من الجيل الثاني من موسو جراند. اما بالرجوع الى الخلف راح نلاحظ هنا كم لغات الخلفيه واسعه بسبب انه الخزن اللي عندك موجود بالخلف. هذه السياره الحموله اللي بيها هي 1 طن، توصل الى 1 طن. السياره هذه الحلو بيها هيكل السياره 81% من عنده 0.7 هو عالي الصلابه. هذا الشيء كلش راح يعطيك مساحه كافيه وقوه كافيه للسياره في حاله يا ستار تكون حوادث بالنسبه للسياره، وتعطيك امان اكثر. راح نشوف بيها انه السياره برغم انه هي بيك اب واوف رود انطوها طابع شيء يعني انطوها شيء اضافي، وهو انه المقطع الشاصي الموجود بهذه السياره هو كواد او رباعي، رباعي على مود تكون بتوازن عالي بالاوف رود. بالاضافه الى راح يكون عندك انه عزل بين الغرفه وبين شاصي السياره، راح يعطيك عزل اكثر، تماسك اكثر على الطرق الوعره، وفوق كل هذا راح يعطيك مساحه كافيه بالنسبه للسياره. اما اذا انتقلنا للخلف راح نلاحظ السياره من الخلف هنا، راح نلاحظ هنا الباك لايتات الموجوده بالسياره واسعه وجميله جدا، تكون منطيتك شكل عضلات اكثر او شكل هجومي اكثر. راح نجي هنا بالمنتصف لوجو سانجيونغ والموسو جراند
وايضا السانجونج على اليسار وفور ويل درايف. مثل ما ذكرنا سابقا هذه السياره هي فور ويل درايف. شركه سانجونج هي اول الشركات في كوريا تنتج سيارات الاوف رود او الدفع الرباعي بصوره عامه. ايضا راح ننزل الاسفل راح نشوف هنا الدعاميه الخلفيه هي من البلاستيك الصلب الغير قابل للخدش. نفتح الصندوق راح نشوف هنا الحوض الداخلي للبيك اب هو كله من البلاستيك الغير قابل للخدش. تكلمنا عن السياره بصوره عامه راح نشوف كثير من التفاصيل موجوده بيها جميله. مثلا عندنا هنا منفذ 12 فولت 120 واط موجود عندنا بالخلف، حاط لك اياه في حاله انه طلعت سفره او تكون تحتاج السياره باي مكان تحتاج منفذ 12 فولت راح تلقى منفذ 12 فولت موجود بالبدي الخارجي للسياره. تكلمنا عن الشكل الخارجي بصوره عامه، خلينا نشوف داخل السياره وناخذ جوله نشوف تفاصيل الداخل السياره هذه. الشكل الداخلي بصورة عامة راح نشوف الداخل بسيط وجميل ايضا، وراح نشوف به طابع من الحداثة. ابسط مثال راح تشوف انه المقود السيارة راح نلاحظ انه مقود بسيط، لكن اكو هنا لما تلزم بيديناتك الاثنين راح تلاحظ انه منطقة هاي خسفة تكون بها مقود رياضي يكون. السيارة هذه مو رياضية، هي بيك اب، لكن انها تعطيك طابع رياضي كثير من الاماكن. مقود السيارة راح نلاحظ به يمين ويسار عندنا تحكم على اليمين بالشاشة الوسطية، وعلى اليسار اللي هو المالتي ميديا او الوساطة المتعددة الموجودة بالسيارة اللي هي البلوتوث والراديو والاواكس واليو اس بي. وايضا راح نشوف ايضا البلوتوث راح تكون تربط الموسيقى من الموبايل، وايضا راح تكون جاب مكالمات وتستلم مكالمات بهذا الشيء. السيارة راح نلاحظ هنا عندك الطابع للكيلومترات وطابع كلاسيكي، شاشة بالمنتصف، يمين ويسار هي العدادات الموجودة عندك. على اليسار راح نلاحظ هنا عندنا ازرار موجودة اللي هو زر الاي بي دي اللي هو مانع انزلاق، والزر الاخر ايضا اللي هو مانع التزحلق او النزول اثناء النزول راح تكون بها كبح السياره. السياره هذه تجي بمفتاح وليس بصمه. اما بالمنتصف راح نلاحظ ان انا فتحات التبريد والمسجل جات بمنطقه تكون بارزه، وايضا من الاعلى تكون منطقه عندك الخزن تكون اما موبايل او شيء تحط عندك في الاعلى مفاتيح. راح نلاحظ ان المسجل مثل ما ذكرنا سابقا اللي هو مربوط بالبلوتوث ويشغل لك الام بي 3 عن طريق اليو اس بي والاواكس، وايضا بانه تربط بالموبايل تكون كونكشن بيناتهم، وراديو شيء كلاسيكي موجود. ننزل للاسفل راح نلاحظ هنا ازرار الهيترات واشاره الطوارئ، وهنا التبريد. التبريد السياره المميز بهذه السياره هذا تبريد السياره من قطعتين. نعم بيك اب هي لكن قطعتين، قطعه بالامام وقطعه بالخلف، وايضا موجود عندك ماكس والاي سي العادي اللي هو الاي سي العادي اللي يكون للسياره والماكس يكون الخلفي والامامي كله شغال على تبريد. ننزل للاسفل راح نلاحظ هنا الاير كلين اللي هي المنطقه هذه انها تحسس للداخل السياره، وبعدها ننزل للاسفل راح نلاحظ منفذين على اليمين واليسار 12 فولت، اليمين هو 12 فولت 120 واط، والعلى اليسار اللي هو الجداحه بصوره عامه، اليو اس بي والاواكس اللي ذكرناهم للوساطه المتعدده ايضا موجودين هنا، هذه منطقه الموبايل او المفاتيح. ناقل حركه غير عادي، نعم هذه السياره تجي بناقل حركه عندنا من نوعيتين، الاوتوماتيك يجي 6 سرعات اللي هو الايسن على العجلات الأربعة، أما من الدفع الخلفي وأما رباعي، وأيضا على الجير العادي أيضا نفس الشيء يجي عندك أما تو ويل أو فور ويل، يعني أما دفع خلفي وأما تكون بصورة عامة أنه دفع رباعي 4x4. نجي هنا عندنا الفور باي فور، هنا موجود عندك الزر اللي هو تقدر منه 2H و4H و4L اللي هي أما سحب اللي هو هاي الدفع الخلفي، وعندك الH4 اللي هو هاي فور اللي هو 4 تيارات تكون عندك بالدفع الرباعي العالي، وعندك ال اللي هي اللو اللي تكون بالمنخفض اللي هي تكون الطرق الوعره اللي راح نجربها اليوم وياكم. وايضا هنا منطقه كلاسيكيه هولدرات موجوده لحمالات الاكواب، وعندك المنفضه هاند بريك ومنطقه الخزن وسطيه. المميز بهذه السياره رغم انه هي تشوف انه بيك اب، لكن السياره الطابع اللي بيها من الداخل جميل جدا. راح نلاحظ الكراسي اللي بيها كلش واسعة ومريحة، يعني 4 أشخاص بالغين بصورة عامة كلش طبيعي يقدرون يركبون بيها، زائدا تقدر أيضا أنه شخص خامس يكون متوسط الحجم. الإضافات اللي موجودة عندك بالسيارة، السيارة هذه تجي إيرباقات 2، تجي عندنا أيضا المرية الجانبية كهربائية، وتجي عندك جامعة السائق اللي هي أوتو داون أو يعني تنزل أوتوماتيكيا في حالة أنها ضغطة واحدة.
بالإضافة إلى المنطقة الموجودة بالخلف اللي هي غير قابلة للخدش اللي هي موجودة بالبادي السيارة. جام هذه السيارة هو مخصص للمناطق الحارة، مخصص للأجواء العراقية، مثل ما تبريد السيارة مخصص، سيارة مخصص للأجواء العراقية. جام هذه السيارة مخصص أيضا اللي هو أشعة الشمس الضارة راح يبعدك عنها. أيضا راح نشوف هنا عندنا منطقة هذه لحفظ النظارات أو طبية أو شمسية بصورة عامة. راح نشوف هنا أنا مايكروفون الخاص بالبلوتوث على مود المكالمات. أيضا راح نشوف هنا الخامة الموجودة بالسيارة متوسطة أو فوق المتوسطة بالنسبة لسيارة بيك أب. خامة المقاعد أيضا خامة جيدة جدا، راح نشوفها هي من البوليستر وأيضا بها كتان تكون على الجوانب. تكلمنا على أبرز ما موجود بالشكل الداخلي، خلينا نأخذ تجربة قيادة. اداء السيارة راح تلاحظوا انه اداء كلش ثابت، يعني احنا نمشي بمكان غير معبد او اصلا طين، حصو تراب، تشوفون شنو المكان. اداء السيارة جيد جدا، عزلها كلش 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 راقي، عزلها عن الخارج يعني 5 نجوم انا انطيها، بالنسبة لي 5 نجوم. طبعا السيارة هذا يفضل يعود انه اللي ورا السيارة بها احنا نسميها بالمصطلح العامي ورق، او هي رقائق، تكون رقائق موجودة للخلف اللي هي الخاصة بالتعليق الخلفي، ما تكون لويات، تكون رقائق موجودة أو الورق. هذه تكون بها فكسبلتي عالية أو مرونة جدا عالية، راح توفر توازن أكثر وتشيل بها أحمال أكثر بالنسبة للسيارة. محرك السيارة هو 225 حصان 350 نيوتن متر. أداء السيارة جدا جيد، صرفها الوقود جدا جدا بسيط. بالإضافة إلى أن هذه السيارة صانع الكوري سانجيونغ أبدع في يعني رغم ان هي الجيل الثاني، بس ابدع بصنع السياره بين العزل بين التماسك بين الاوف رود. يعني راح تلاحظون تماسك السياره كلش سلس بالشارع او بالطرق المعبده. فاستخدامات هذه السياره هي متعدده، مثل ما ذكرناها هي بيك اب من الحجم المتوسط. هذا كل ما موجود داخل السيارة، تكلمنا عن الخارج، تكلمنا على الداخل بصورة عامة، كل السيارة تكلمنا عليها. هسه راح نجرب أدائها بالأوفرود، خليكم ويانا بعد الفاصل. لهنا اليوم جربنا السيارة بكل الظروف، جربناها أوف رود
جربنا داخلها خارجها، شفنا كل المواضيع الخاصة بها. اليوم هذه السيارة أثبتت جدارتها. معلومات أكثر عن هذه السيارة نقدر نراجعها مركز الشركة الرئيسي اللي كان في بغداد الجادرية قرب فندق كورال، شركة البلاد الطيبة، أو الاتصال على 6677. نشوفكم الحلقات القادمة في أمان الله.